السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم معاكم عن الأفوميتر، وده احنا بنستخدمه في مجال الإلكترونيات في تشخيص الأعطال. ولكن الأفوميتر ده ممكن أي حد يستخدمه في البيت، إن لم يكن أي حد بيكون محتاجه في الاستخدام المنزلي في تشخيص الأعطال. حاجات بسيطة أنت ممكن تعملها بإيدك من غير ما تحتاج إنك تروح لفني، زي مثلا في عندك شاحن اللابتوب حصل فيه مشكله، ازاي تصلحه بنفسك، ازاي تحدد العطل ايه، حصل عندك قفله في الكهرباء في البيت ازاي تحددها بنفسك، في سماعه باظت ازاي تعرف السماعه سليمه ولا بايظه، حجر بطاريه بتاع الريموت في مشكله، او بتاع الكاميرا في مشكله، ازاي تعرف تقيسه وتعرف ان كان سليم او بايظ او المشكله منه او لا. ومجموعه استخدامات كتير جدا جدا عن طريق الافوميتر. فالنهارده احنا هنعرف مع بعض على شويه اساسيات كده بسيطه عن الافوميتر، ازاي انك ممكن تستخدمه في البيت. الجهاز اللي موجود معانا ده واللي احنا هنشرح عليه هو جهاز على فكره رخيص مش غالي، ده ثمنه في حدود 35 جنيه عندنا هنا في مصر. طبعا في منه انواع بتكون اوفر وسعرها عالي، بتعدي 300 جنيه و400 جنيه، بس انت مش هتكون محتاجه باي حال من الاحوال. انت مش محتاج اكتر من جهاز يقيس لك فولت ويقيس لك باز او توصيل كهربي، وهنعرف الكلام ده مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف الفكره. هنبدأ الأول نتعرف على الأفوميتر أو الجهاز اللي موجود معانا. احنا قلنا إن هو جهاز ديجيتال، هنشرح مكوناته كده باختصار. في عندنا هنا ده مكان الباور الأون والأوف، بقدر عن طريقه أشغل الجهاز وأقفله. ده المكان ده مسؤول عن قياس حاجة اسمها الترانزستور، قطعة إلكترونية، ده احنا مش هنتطرق ليه خالص، ده للناس اللي هي البروفيشنال أو المستوى المتقدم. في عندنا برضو أماكن توصيل اللي هي دي، في عندنا مكانين توصيل للامبير ومكان توصيل الارضي ومكان توصيل للفولت والمقاومة. احنا مش هنستخدم الامبير دلوقتي، وهنستخدم بس الارضي ومكان توصيل الفولت والمقاومة. وفي عندنا مؤشر، ده بيحدد لي التدريج اللي انا هستعمله، انا هستخدم الافوميتر علشان اقيس ايه بالتحديد، وده اهم حاجة عندنا في التوصيل. طبعا هنشغل الافوميتر بالشكل ده، وبعدين هنوصل التوصيلات بتاعته. هو عبارة عن كابلين بالشكل ده كده، في عندنا كابل لونه احمر وكابل لونه اسود. الاسود على طول ده نعرف ان هو اللون الارضي، يعني الاسود حتى في الكابلات ده معروف ان هو اللون الارضي، والاحمر هو الموجب. طيب يبقى الاسود ده هنوصله بالكم هنا اللي هو الارضي، هتلاقي مكتوب على الارضي كم، تمام. والاحمر هنوصله بالفولت امبير او رسمة الديود اللي هي رسمة المثلث وجنبها سهم، هنوصلها كده. ده احنا هنوصله كده مره واحده بس، وما عدناش هنغير مكانه، ده اصبح كده خلاص بالنسبه لي ثابت. طيب نيجي بقى لاستخدام الافوميتر. احنا هنستخدم فيه ثلاث حاجات. هنستخدم القياس العادي خالص اللي هو قياس الباز، وقياس الباز ده هو اني بقيس التوصيل الكهربي، يعني لو انا عايز اعرف دايره كهربيه او اي موصل كهربي، سلك، نحاس، اي حاجه موصله ولا لا، بشغل افوميتر طبعا اون موجود معايا، وبجيب هنا المؤشر على تدريج الباز اللي هي رسمه الموسيقى دي او الميوزك، او رسمه الديود اللي هو بيكون عباره عن مثلث وشرطه بالشكل ده. ده كده بقيس التوصيل او بختبر التوصيل، يبقى الباز عندي كده شغال تمام. نفترض مثلا حاجه بسيطه جدا نتعرف عليها، ده عباره عن فتاحة لابتوب او جزء انا بستخدمه او بنستخدمه احنا في مجال الصيانة علشان نفك اللابتوب. طب انا عايز اعرف الجزء ده طبعا موصل، يعني الجزء ده عبارة عن معدن ومعدن موصل، ده لازم يكون بيوصل من الطرف ده للطرف ده، تمام، يعني ده كده في توصيل كهربي، ده معدن موصل للكهرباء. نفس الفكرة اللي احنا بنعملها دي هنقيسها على اي كابل او اي سلك انا بقيسه. يعني نفترض مثلا في عندي فيش الكهرباء او سلك الكهرباء في البيت في مشكلة وانا عايز اختبره، فهختبره ازاي؟ باختصار هجيب الكابلات بتاعة الافوميتر واحط كابل في الاتجاه ده وكابل في الاتجاه التاني. ادى معايا صفارة بالشكل ده واللمبة دي نورت زي ما هي منورة قدامنا كده، يبقى معنى كده ان الكابل ده سليم او موصل. طيب ده شغل نظري، نتكلم بقى كلام عملي. ده موجود معانا دلوقتي، ده كابل اوديو، كابل سماعات الكل بيستعمله سواء مثلا في البيت سماعة، في العربية، تمام. انا عايز اعرف الكابل ده سليم او بايظ، في عندي مشكلة في السماعة ما بتخرجش صوت. يبقى انا بظبط الافوميتر عندي على اتجاه الباز، وبلاقي هنا الكابل في عندنا ثلاث مستويات توصيل، ده مستوى اول تاني تالت، وده مستوى اول تاني تالت. الجزء ده خاص بالتوصيل الارضي،
والجزء ده خاص بالسماعة اليمين والجزء ده خاص بالسماعة الشمال. طيب اللي يحب يعرف المعلومة ديت اوكي، اللي ما يحبش يعرفها احنا هنقيس ده مع ده، يعني هنقيس كل مكان بالمكان المماثل ليه، يعني هوصل الكابل ده الناحية دي والكابل التاني ده كده، يبقى الطرف ده كده سليم، يبقى الأرض بتاع الكابل ده سليم. ده نقول السماعة اليمين مثلا، وقيس الناحية التانية المقابلة ليها بالظبط، ادى صفارة باظ، يبقى الطرف التاني سليم. السماعة اليمين، السماعة الشمال برضو نفس الشيء. تمام، يبقى احنا كده عن طريق الافوميتر قدرنا نقيس الكابل ده ونتأكد ان هو سليم. طيب ممكن نقيس كابل تاني، ده كابل برضو كابل سماعة ولكن 2 في 1، يعني طرفين وطرف، ده منتشر برضو في السماعات اللي موجودة عندنا في البيت. هنشوف لو نحب نفهم الكابل ده كده على السريع، الجزء ده اللي هو الاول اللي بيكون الناحية دي، ده خاص بالارضي اللي هو ده. الارضي معناه ان هو متوصل في السماعة اليمين ومتوصل في السماعة الشمال. الطرفين التانيين بيكون منهم طرف للسماعة اليمين وطرف للسماعة الشمال عشان يديني صوت ستيريو. فانا في البداية هقيس الارضي، هوصل الافوميتر كده واقيس الجزء الارضي هنا، ده قايس معايا ارضي اهوت اوكي، مطلع صفارة والباز منور او لمبة الليد بتاع الباز منورة، وده برضه اهوت نفس الشيء، بس معناه صفارة يعني. طيب نيجي للطرف التاني اللي هو خاص بالسماعة اليمين او الشمال، انا معرفش، ده هنا هوت، ده كده يبقى ده كده قايس مع الكابل اللي هو لونه احمر، ده طرف سماعة وده الطرف التاني بتاع السماعة التانية اهو. لو دي يمين تبقى التانية شمال، لو دي شمال تبقى التانية يمين، يبقى اصبح الكابل ده كده عندي سليم ومفيش فيه مشكلة. ممكن ناخد مثال تالت معانا، ده معانا كابل باور بتاع شاشة كمبيوتر او بتاع كمبيوتر، تمام، او بيستخدم في حاجات كتيرة قوي يعني. ممكن الناس اللي عندها اجهزة رياضية مثلا، جهاز مشاية بتاع جيم او حاجة، هتلاقي فيه كابل بنفس الشكل ده. لو حصل عندك مشكلة ومفيش كهرباء واصلة للكمبيوتر او كهرباء واصلة للشاشة او كهرباء واصلة للمشاية مثلا بتاعة الجيم، باختصار هتفك الكابل ده ونبدأ نعمل له تيست. هنلاقي الكابل متكون من 3 أجزاء أو من طرفين، ده طرف وده طرف، وكل طرف فيه 3 أماكن توصيل. الطرف اللي في النص ده طرف أرضي، ده يعني مش موجود عندنا هنا في مصر وما بنستعملوش. ده فايدته إن هو بيفرغ الشحنات الكهرومغناطيسية. يعني إيه الشحنات الكهرومغناطيسية؟ باختصار أنت ممكن مثلا تيجي تقرب من الكمبيوتر كده أو تلمسه في فترة الشتاء، لو أنت مش لابس حاجة في رجلك تحس إنك كهربت، أو لو مشيت إيدك كده على شاشة الكمبيوتر أو شاشة اللابتوب بتحس إن في شحنات كهرومغناطيسية أو في إلكتروستاتيك شحنات انت بتحس بتأثيرها في ايدك. ده فايدته، الارضي ده فايدته ان هو بيفرغ الشحنات دي وما بتعرضش ليها. برضو لو لا قدر الله حصل ان حد اتكهرب او حاجه، فده بيسرب جزء من شحنه الكهرباء للارضي. ده مش موجود عندنا هنا في مصر، ده موجود في السعوديه، موجود في الامارات، موجود في دول الخليج، موجود في الدول الاوروبيه، لكن عندنا هنا في مصر ده unsupported، يعني مش مستخدم. نرجع لكلامنا الاساسي ان احنا هنتكلم عن الكابل، يبقى ده خلاص ما لناش علاقه بيه، اللي هو الطرف ده والطرف ده، هنكمل مع الطرفين دول. المفروض في طرف من ده متوصل بالطرفين دول، يبقى انا هوصل الافوميتر كده، كابل منهم الناحيه دي والكابل التاني على الطرف ده، المفروض يديني صفاره بزر اهو، يبقى الطرف ده كده اوكي، يبقى الكابل ده كده يعني نص الكابل ده كده شغال، الكابل ده او الطرف ده وصل للطرف التاني. طيب ننقل ده هنا وننقل ده هنا ونشوف، برضو اداني صفاره بزر، يبقى انا كده عرفت ازاي اني اقيس كابل الباور اللي هو العادي. نفس الطريقة بالظبط هنستعملها مع كابل باور الشاحن، ده كابل باور شاحن، هنثبت الطرف ده هنا والطرف ده هنا، يبقى الطرف ده كده سليم، الطرف ده هنا والطرف ده هنا والطرف ده كده سليم، يبقى كابل الباور بتاع الشاحن ده كده سليم. معانا برضو كابل باور تاني بتاع الشاحن، ممكن برضو نعمل عليه تشيك كده على السريع، نقيس الطرف ده، نثبت ده هنا ونقيس الطرف ده، ده مش قايس معايا حاجه خالص. طبعا انا ممكن ما ببصش للافوميتر لان في ليد بينور عندي وفي اللي هو الصوت بتاع البز او صوت السماعه بيغنيني عن اني ابص لشاشه الافوميتر. ده نبص كده تاني، ده كده اهوت ليد البز عندي منور تمام، واعطيني قياس، يبقى ده كده الطرف ده تمام او كده سليم. اشوف الطرف التاني، لا مش قايس خالص، الطرف التاني ده كده فيه مشكلة. يبقى لو في عندي مشكلة في الشاحن اللابتوب، يبقى انا عرفت ان مشكلة الشاحن دلوقتي في كابل الباور.
تمام، يبقى انا مش هحتاج ان انا اخد الشاحن واروح لاي مركز صيانه او اشتري شاحن جديد، لا انت هتستبدل بس كابل الباور ده، وهجيب كابل باور اوريجينال عندنا هنا في مصر في حدود 10 جنيه تقريبا. ده معانا شاحن لابتوب توشيبا، تمام. المفروض الشاحن ده هلاقي مكتوب عليه اوتبوت اللي هو الخارج، ده مكتوب 19 فولت 4.7 من 10 امبير. الامبير ما لناش علاقه بيه، التركيز بس هيكون على الفولت. انا عندي دلوقتي في مشكله في اللابتوب ان هو ما بيشحنش. دي كده قدامنا دي مكونات الشاحن. الشاحن بيتكون من 3 اجزاء، تمام، او جزئين اللي هو المرئي قدامنا، جزء اللي هو ده الخاص اللي هو الشاحن، والجزء التاني اللي هو كابل الايه، كابل الباور. احنا قسنا كابل الباور واتاكدنا ان هو سليم. نفترض ان الشاحن ده في مشكله، هوصل كده كابل الباور في الشحن، سواء الكابل بعيد شويه يعني نقربه كده، ده هنوصل كابل الباور في الشاحن اهو كده، واصل معايا اوكي تمام، وصله بالكهرباء، توصل معايا بالكهرباء تمام. وده المفروض الخارج بتاع الشاحن، المفروض ده يخرج معايا كهرباء. طب هيخرج كهرباء كام؟ زي ما احنا قرينا هيخرج معايا 19 فولت. طيب احنا شفنا اول تدريج معانا اللي هو تدريج الباز. التدريج التاني هنلاقي فيه عندنا في وجنبها شرطة كده، وفي وجنبها زي علامة موجة. الفي اللي جنبها شرطة ديت اللي هو التيار او الفولت المستمر، ده الفولت المستمر اللي هو الدي سي اللي انا هستخدمه علشان اقيس الشاحن. لو احنا بصينا جنب 19 فولت هنا هنلاقي فيه شرطة وتحتها نقط، دي معناها دي سي، ان ده تيار فولت مستمر، او علشان اقيس البطارية لو عندي بطارية جافة بالشكل ده وعايز اقيسها. طيب يبقى انا هجيب التدريج بتاعي على الجزء ده اللي هو الفولت دي سي. هنلاحظ هنا ان الفولت دي سي بيبدأ التدريج بتاعه من 200 ملي فولت لحد 1000 فولت، من 200 ملي فولت لحد ايه، 1000 فولت. طب انا هقيس الشاحن ده، الشاحن ده المفروض الخارج بتاعه كام؟ 19 فولت. 19 فولت باخد التدريج اللي بعده على طول اللي هو 20. يعني المفروض لما اجي ابدا اقيس الشاحن دلوقتي انا هظبط التدريج عندي على تدريج 20 فولت. مش منطقي ان انا اقيس على 2 فولت لان 2 فولت وده 19، يعني هيديني قياس ازاي؟ مش منطقي ان انا اقيس على 1000 فولت لانه هيديني قيمه بسيطه قوي، فانا بشوف اقرب تدريج لل 19 فولت وباخد اللي بعده على طول. 19 فولت اقرب تدريج لي اللي هو الاعلى منه على طول اللي هو ال 20 فولت، فانا هظبط المؤشر عندي هنا على 20 فولت، ولازم يكون دي سي مش في سي، وديت يعني ايه لازم نخلي بالنا منها كويس جدا، لانها ممكن لو ظبطت التدريج عندي غلط ممكن يعمل عندي مشكله في الافوميتر او يتحرق، خاصه لما اجي اقيس فولت اي سي او فولت عالي. طيب احنا ظبطنا التدريج عندنا على 20 فولت دي سي، ووصلت كهرباء للشاحن. الشاحن فيه جزئين، الجزء اللي بره ده والجزء اللي جوه. الجزء اللي بره ده على طول بيكون هو الارضي، فانا بوصل بيه اللي هو الكابل الاسود اللي هو الارضي، والجزء اللي جوه اللي هو الموج، وبحط كده الكابلات بتاعه الشاحن واقيس. ده قايس معايا 19 و1 من 10 فولت، يبقى الشاحن ده كده اوكي سليم معايا. تاني يا جماعه بوصل الشاحن في الكهرباء تمام، وبحط الارض هنا وبحط الفولت هنا، ومحدش يخاف مش هيكهرب، دي كهرباء دي سي زي بالظبط. انت لما بتمسك البطاريه الجافه بالشكل ده بايدك ما بتتجربش منها، دي كهرباء دي سي، كهرباء دي سي، وفي نفس الوقت كهرباء دي سي اللي احنا بنتعامل معاها بتكون ايه، بسيطه مش كتير مش كبيره، فما بتكهربش تمام بالشكل ده كده. يبقى بحط ده هنا الارضي وبحط ده هنا الكهرباء، واقيس الفولت معايا قايس 19 فولت. يبقى احنا خلصنا كده قياس الشاحن ده. طب نشوف نوع تاني من انواع الشواحن، ده شاحن توشيبا على فكره، ده بيكون عباره عن طرفين. في عندنا شاحن تاني اللي هو شاحن الدل، ده شاحن دل والاتش بي، ده بيكون الكابل بتاعه مختلف شويه بالشكل ده، بيكون عباره عن 3 اطراف مش طرفين بس. طيب نوصله بالكهرباء ونبدا نقيس. برضو قبل ما نوصله بالكهرباء هنبص على القيمه بتاعه الشاحن هنا، هنلاقي مكتوب على الشاحن 19.5 فولت 3.34 امبير، اللي يهمني منه اللي هي 19.5 فولت. وصلت كابل بالكهرباء وهبدا اقيس. احنا اتفقنا خلاص ان الجزء اللي بره ده على طول ده هو بيكون الارضي، ده الجزء ده الارضي، والجزء التاني اللي جوه ده اللي هو الفولت. يبقى انا وصلت الكابل اللي هو لونه اسود بالارضي، والكابل اللي لونه احمر بوصله بالفولت، وابدا اقيس. ده قايس معايا 19 و5 من 10 او 19 وكسر. طالما ان هو في رينج 19 يبقى كده اوكي، لان ممكن يكون في احتماليه ان هو قاري مثلا
19 ار 20، يعني فرنج الايه الواحد فولت دي بتبقى سهله. دي ممكن بتعتمد على ان البطاريه بتاعه الافوميتر اصبحت او انت بتستهلكها بقالها فتره، فمش عاتيه معاك قياس دقيق. طيب هل كده بس انا قست الشاحن؟ لا، في شاحن الاتش بي والدل في نقطه اساسيه، ممكن الشاحن يقيس معايا فولت بالشكل ده كده وما يشحنش البطاريه. بتبقى المشكله في ايه؟ احنا قلنا ان الشاحن ده بيتكون من 3 اجزاء، الجزء الارضي والجزء اللي هو الداخلي ده جزء الفولت، وفي جزء اللي هو في النص هتلاقي بنه رفيع خالص، يا ريت يكون ظاهر عندكم في الفيديو او ظاهر في الفيديو دلوقتي، البن الصغير خالص ده، ده البن ده مسؤول عن اشاره بتروح للبطاريه او بتروح اللابتوب بتعرفه ابدا اشحن البطاريه. ده لو مش واصل عليه فولت اللابتوب معايا هيشتغل على الشاحن ولكنه مش هيشحن البطارية، يعني الشاحن بيكون سليم ولكن المشكلة ان الكابل ده بيكون مقطوع، وهنشوف في فيديو تاني ازاي نصلح الشاحن بتاع اللابتوب. يبقى احنا اول قياس عندنا قسنا الفولت الاساسي، وبعدين هنقيس الفولت على الاي دي اللي هو ده. ده قايس معايا دلوقتي 18، اه ده كده مش قايس خالص، احط الكابل قايس معايا 19 من 100 او 2 من 10 فولت، يبقى كده ده كده شغال معايا تمام. طبعا بيختلف نوع الشاحن من نوع شاحن لنوع تاني على حسب البن اي دي ده او الاي دي فولت، ان هو ممكن بيقيس معايا اوقات ممكن هتلاقيه يقيس معاك جزء من 10 فولت تمام، اوقات ممكن يقيس معاك فولت، اوقات ممكن يقيس معاك فولت كامل 19 فولت، ده بيختلف على حسب نوع الشاحن. طيب احنا عرفنا دلوقتي ازاي نقيس الكابلات، عرفنا ازاي نقيس الشواحن، باقي نقطة أساسية حابب إن أنا أتكلم عنها وهي إني أشوف إزاي أقيس الكهرباء اللي واصلة عندي. طيب في حاجة من اتنين، يا إما أقيس الكهرباء اللي واصلة من الكابل، ودي أنا ما بكونش محتاجها لأن أنا ممكن أفك الكابل في إيدي وأقيسه تمام، أو أقيس الكهرباء اللي خارجة من مشترك مثلا، أنا عندي في مشترك وعايز أعمل عليه تيست أشوفه سليم ولا بايظ، فعايز أقيس الكهرباء اللي خارجة منه. النقطة دي احنا هنتكلم عن الفولت الاي سي اللي هو الفولت المتغير، اللي هي الكهرباء بقى اللي داخله في البيت اللي احنا نخاف منها انها ممكن تكهربنا تمام. انا دلوقتي عندي مشكله مثلا ان التلفزيون ما بيشتغلش، ان الثلاجه ما بتشتغلش، وعايز اشوف الكهرباء عندي كويسه ولا ضعيفه، محتاج ان انا اجيب استابلايزر او جهاز منظم كهرباء ولا لا. طيب انا عن طريق الافوميتر ممكن اعمل ده. لو احنا لاحظنا دلوقتي الافوميتر فصل لوحده، فصل لوحده ادى شاشه، فصل الشاشه لان نوع الافوميتر ده في حاجه اسمها سيف باور، او ان هو بيفصل بعد فتره معينه عشان يوفر الكهرباء بتاعت البطاريه او استهلاك البطاريه. اللي هيحصل ان انا هقفله افتحه واقفله تاني، يبقى كده هيشتغل معايا اوكي. طيب طالما ان انا هتعامل مع فولت متغير كهرباء اي سي، فانا هستخدم التدريج الاخير معانا اللي هو ده. في عندي التدريج هتلاقي علامة الفي كده وجنبها زي علامة موجة او علامة متغير اللي هي بالشكل ده، دي معناها ان انا هقيس فولت متغير. الكهرباء بتاعت البيت دي عبارة عن فولت متغير، الكهرباء بتاعت البيت المفروض بتكون في حدود 220 فولت، يعني الكهرباء اللي عندي في البيت 220 فولت. عندي التدريج هنا بيبدأ من اول 200 ملي فولت لحد 700 فولت، وفي عندي اللي قبل 700 على طول 200، فانا هستعمل 200 ولا هستعمل 700؟ انا عايز اقيس 220، يبقى طبيعي ومنطقي ان انا هستعمل التدريج الاعلى اللي هو 700 فولت تمام. طيب في نقطة بقى نخلي بالنا منها جدا جدا جدا، في عندي تدريج ال1000 فولت في الايه، في الفولت اللي هو الدي سي او المستمر. لو انا ظبطت على دي سي وحطيت التدريج بتاع دي سي بالشكل ده وقست اي سي، تدريج 1200 يعني 1000 ممكن تعدي، لكن 200 صعبه شويه، 20 الافوميتر هيتحرق، 3 ممكن الافوميتر ينفجر في وشي. فنخلي بالنا يا جماعه ان هقيس فولت اي سي فانا لازم اظبط التدريج عندي. الدي سي يعني بتكون اخطائها ملمومه شويه او ممكن او سهل ان انا اتداركها، ولكن الاي سي بيكون صعب انك تتدارك اخطاء الاياس. فانا هقيس اي سي، فانا هظبط الافوميتر عندي على 700 اللي هو التدريج الاعلى من 220 على طول، وهاخد الافوميتر وناخد الكاميرا معانا ونبص مثلا على الشاحن ده. ممكن نحط الافوميتر كده، ده هو كده اوكي تمام، ده الافوميتر وده الانديكيتورز بتاعتي اهي، وانا مظبط الافوميتر دلوقتي على التدريج اللي هو 700، واحط طرف هنا وطرف هنا بالشكل ده كده، وبص ده قايس معايا 223 فولت لان مركب ستابلايزر او جهاز تنظيم كهرباء، فقايس معايا الفولت بالظبط 220، يبقى الكهرباء عندي كده ايه كده ثابته.
تمام. تاني يا جماعة، ده الاتنين انديكيتورز معايا وده الافوميتر، تمام. طبعا بخلي بالي ان انا ما اجيش يعني ايه اتزاكى واقوم موصل طرف كده وماسك الطرف التاني اللي في ايدي، انا ما جربتهاش قبل كده بس في احتمالية انك تتكهرب يعني، فبخلينا حريص ان بقيس بالشكل ده كده. طيب في ناس هتقول طب ايه الفرق بين القياس ده وان انا اقيس بمفك التست؟ مفك التست بيعرفك موجود كهرباء ولا لا، لكن الافوميتر ده بيعرفك قيمه الكهرباء اللي واصله عندك قد ايه. بس هنكتفي بكده النهارده ان شاء الله تعالى، وهنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. النهارده اتعلمنا ازاي نستخدم الافوميتر كاستخدامات عاديه في البيت او الناس اللي لسه بادئه في مجال الالكترونكس. وممكن قبل ما اختم يا جماعه، في عندنا برضو حاجه ممكن نشوفها اللي هي السماعه السبيكر. انا عندي سماعه وعايز اقيس السماعه دي شغاله ولا بايظه. دي ناس بتقابل المشكله دي كتير، مع لو عندك سماعه في البيت، لو عندك ديكتافون وعايز تشوف السماعه اللي راكبه فيه سليمه ولا فيها مشكله، تمام. طبعا بدل ما اجيب فن ويبدا ان هو واتعامل معاه او اعطل، لا بيبقى لو انا عندي افوميتر في البيت بيبقى سهل قوي ان انا افك السماعه وابدا اعمل لها اختبار. السماعه اللي موجوده معانا ديت هنلاقي مكتوب عليها 4 اوم 20 واط. الواط ده القدره بتاع السماعه، احنا مالناش علاقه بيها، احنا اللي يهمنا الاوم اللي هو 4 اوم. السماعه باختصار شديد جدا هو عباره عن كابلين بالشكل ده او سلكين بالشكل ده متركبين تحت او جوه السماعه في ملف، والملف ده متثبت في قلب مغناطيسي. لما بيمر كهرباء في السلوك دي بتعمل مجال مغناطيسي بيعمل تنافر بينه وبين المجال الاصلي اللي بيحصل من المغناطيس، فالرق بتاع السماعه ده بيتحرك معايا بيطلع وبينزل بالشكل ده كده، تمام. فباختصار هو عباره عن سلكين، السلكين دولت متوصلين مع بعض ملف، يعني عباره عن سلك كده وملف. طب انا عشان اقيسها فانا هقيس الاوم بتاعها، في الاوم فانا هقيس مقاومه. مقاومه حاجه من اتنين، يا اما اجي على تدريج المقاومه دي كده، ده هنا 4 اوم فانا هظبط على تدريج ال 200 بس هي ابعد شويه، فنخلينا على تدريج الباص يعني تدريج ال 200 اوم. احنا اسف انا ممكن اكون نسيت النقطه دي، احنا اتكلمنا عن الفولت الدي سي والفولت الاي سي. التدريج ده هو التدريج الخاص بقياس المقاومه او الاوم، ده ممكن ما نحتاجوش كتير او ممكن نتكلم عليه بعد كده، تمام. هو ان انا بقيس مقاومه سلك، تمام، او مقاومه ريزيستنس او مقاومه، ده بيكون تدريجها بالاوم. ولكن في السماعه اللي احنا هنتعامل معاها النهارده فاحنا هنقيس توصيل كهربي، لان المقاومه بتاعتها ضعيفه جدا حوالي 4 اوم او بالتحديد 4 اوم، فانا هظبط التدريج بتاعي على تدريج الباص واتاكد ان الباص عندي شغال بالشكل ده كده، واجي اثبت طرف هنا واثبت الطرف الثاني هنا، يبقى ادى معايا صفاره باظ وقاس معايا 5 اوم، يبقى السماعه دي يعني كده سليم. لو السماعه دي فيها اي مشكله مش هيطلع معايا صفاره ولا هيقيس قياس، يبقى اعرف ان السماعه بايظه، يعني هيديني اوبن سيركت بالظبط. هوصل بالشكل ده كده، يعني انا دلوقتي مش موصل على الكابل، تمام، هيديني مش نفس القياس اللي موجود قدامي دلوقتي على الشاشه، ولكن عشان السماعه سليمه فانا وصلت على الطرفين اهوت قايس معايا تمام 5 اوم. 5 اوم لان زي ما احنا قلنا ممكن يكون في البطاريه بتاعه الافوميتر فيها حاجه او مستهلكه او بقى لها فتره يعني. طيب نكمل برضو قبل ما اختم، في عندنا ده حجر بطاريه، انا عايز اقيس الحجر ده كام فولت، تمام. فهاجي على تدريج ال 2 فولت لان الحجر ده 1.5 فولت او مكتوب عليه 1.2 فولت، وهاجي في طرفين عندي، في طرف موجب وطرف السالب. طبعا السالب على طول بيكون اللي هو الهيدن او المخفي بالشكل ده، والموجب اللي هو الطرف ده بالنسبه اللي هي البطاريه الجافه يعني، والموجب اللي هو الطرف اللي طالع منه جزء بالشكل ده كده. طيب هنحط السالب هنا واحط الموجب هنا بعد ما اظبط التدريج عندي على 2 فولت وابدا اقيس. ده قايس معايا اهوت 1.3 او 1.325 من 1000، يبقى كده البطاريه دي سليمه، تمام، وقايسه معايا الشحن بتاعها. طبعا هي هنا مكتوب 1.2 فولت، لقياس الفولت مش هيكون دقيق قوي لان الباتري بتاع الجهاز الافوميتر اللي انا بستعمله ممكن بقالها مثلا شهرين او 3 شهور، فيعني ايه قربت انها تستهلك. بس خلاص كده النهارده خلصنا، اتمنى يا رب ان يكون الفيديو عجبكم، ونكمل مع بعض ان شاء الله في مجموعه الفيديوهات الجايه. لو الفيديو ده عجبك ما تبخلش عليا بلايك او سبسكرايب للقناه، انك بتشجعني بسبسكرايب او متابعه ان انا اكمل في مجموعه الفيديوهات اللي انا شغال فيها. ويا ريت شير للفيديو لو انت حسيت انه ممكن يكون يفيد حد غيرك، مش شرط يفيدك انت بس ممكن غيرك يكون مهتم بالمجال ده
او يستفيد من المعلومه. هنكتفي كده النهارده ان شاء الله، وهنكمل مع بعض ان شاء الله في مجموعه الفيديوهات الجايه. ولا اله الا الله.